مسؤولية الأمم المتحدة عن انتهاكات القانون الدولي في اليمن، عنوان ندوة عقدت في صنعاء لمناقشة الدور القانوني تجاه الجرائم والانتهاكات ضد الإنسانية في اليمن. قتل وتدمير جسد مدى التمادي واللامبالاة من تحالف العدوان بقيادة السعودية للقوانين الدولية. مواضيع ناقشها عدد من السياسيين والناشطين الحقوقيين في ندوة للحديث عن انتهاكات القانون الدولي في اليمن. الدور الذي تحتوي كتيبات ومواثيق والميثاق للأمم المتحدة أن تقوم بحماية المدنيين وأن تعمل على عدم وجود مخالفات القانون الدولي الإنساني وأن تشير إلى الدول التي قامت بالعدوان بوضوح، ولكن هذا الدور لا نلحظه الآن ولا يوجد في اليمن. انتهاكات صارخة ظل على إثرها المجتمع الدولي والأمم المتحدة صامتا تجاه الإبادة التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي في اليمن، رغم معرفة الأمم المتحدة بأن ما يرتكبه العدوان السعودي باليمنيين هو انتهاك واضح للقانون الدولي الذي يحرم ذلك. جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية وجريمة العدوان، هذه الأربع الجرائم عندما نلاحظ هذه الممارسات والأعمال المذكورة في هذا النظام ستلاحظون بأن دول التحالف قد ارتكبت كل هذه الأعمال والممارسات على الشعب اليمني، على الأطفال، على النساء، تجويع المدنيين، هذه كلها أصبحت مرتكبة من قبل دول التحالف على بلادنا. الندوة خرجت بعدد من التوصيات، منها دعوة المفوضية لزيارة المناطق المتضررة من استمرار القصف الجوي والمدفعي بالقنابل العنقودية وما تسببه من ضرر بالمدنيين والأطفال والنساء في الحقول الزراعية، وكذا دعم الحل السياسي في اليمن كبديل للحرب والنزاع المسلح وإلزام دول العدوان بوقف القصف والتدخل في الشؤون اليمنية. بلقيس أحمد، اليمن اليوم. في الختام نذكر بأبرز ما جاء في نشرة